الهداية نوعين. هداية يا محمد، هداية المخلوقات لوظيفتها، إن الطيور والحشرات والسمك جواهم هداية ذاتية لمصادر رزقه. فرعون بيقول سيدنا موسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، حط فيه الفطرة بتاعته ثم هدى. يعني دل كل كائن من الكائنات على الطريقة اللي يحصل بيها على رزقه. فدي هداية، هداية عامة، هداية للمخلوقات لمصادر رزقها. نحكي عليها أمثلة في قناة ناشيونال جيوغرافيك. جايب لك أنفد لقى تعبان ميت، فبيعمل حاجة عجيبة قوي. هما بيصوروا يأكل التعبان، يأكل حتة من التعبان، وبعدين يروح عند شجرة يقوم واكل ورقة شجرة، وبعدين يرجع يأكل حتة من التعبان، وبعدين يروح عند الشجرة يقوم واكل حتة شجرة، ويفضل رايح كده رايح كده. فهما بيصوروا أم شايلين الشجرة، قطعين الشجرة، مات. مين اللي علم الأنفد ده؟ إنك لازم عشان تعمل توازن جوه جسمك لازم تاخد الورقة دي بعد ما تاخد. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اداله مكوناته وبعدين هدى ازاي يعيش وفق هذه المكونات. كنت بتفرج على فيلم في نتفليكس في اسمه Our Plant، هي 6 حلقات، دي اول حلقة فيهم. بيقولك ان في حاجة عجيبة جدا، ان كل الكائنات مهدية ان هي تاكل اكلها. فبيقولك ان سمك السردين وهو بيبقى باعداد ضخمة جدا 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 يروح في المحيط في وقت معين من السنة، بيحصل هبوب لذرات التراب اللي جاية من الصحراء. ذرات التراب اللي جاية من الصحراء دي محملة بعناصر فيها عناصر غذائية. هو مستني موسم التراب دوهن، العاصفة الترابية اللي بتيجي على المحيط، يقوم واخد الذرات دي وينزل لقاع المحيط. بس الوقت ده بتكون فيه هجرة للطيور اللي جاية من أفريقيا رايحة عند المحيط الأطلنطي، بس هو نزل لأعماق عجيبة، فالطيور مش عارفة توصل تغطس تاخده. يقوم تيجي الدولفينز من تحت، كل ده متصور أنا شفته بعناية في الفيلم، تقوم تيجي الدولفينز من تحت عايزة تاكل من السردين، فيهرب منها يطلع على السطح، تقوم الطيور نازلة واخدة وصور لك الفيلم من الرياح وهي جاية للدولفينز، وهو بيعمل موجات ودوائر علشان يخليه يطلع لفوق ويأكله من تحت، والطيور وهي بتاكل من فوق، والسردين وهو بيأكل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إزاي الطيور بتسافر بالألف كيلو وهي ما عندها جي بي اس يعني، وتوصل لنفس المكان؟ أكيد عندها جي بي اس، بس إحنا حاجة إحنا مش عارفينها. يبقى ده النوع الأول من الهداية. إيه النوع الأول من الهداية؟ هداية كل كائن في الكون.